مواصلة للحملة التوعوية التي أطلقتها وزارة النقل في إطار الأسبوع الدولي لسلامة الطرق، فقد شملت الحملة هذه المرة بعض المؤسسات التعليمية بهدف توعية تلاميذ المدارس حول أهمية هذا الأسبوع الذي يهدف إلى توعية المواطنين حول المخاطر التي تحدثها سوء القيادة من قبل بعض السائقين، موضحين للتلاميذ بضرورة احترام القوانين المرورية لحماية أنفسهم من الحوادث. الشباب الآن في المدارس هم قادة المستقبل، وهم الذين ممكن الدولة أن تعتمد عليهم في مستقبلها، فلذلك نوعيهم لكيف المستقبل إذا قاموا يكونوا مثقفين وواعيين من أجل تفادي حوادث المرور. كما واصلت الحملة في اليوم التالي بتوعيتها في مختلف الصينيات، واستهدفوا من خلالها سائقي الدراجات النارية والسيارات، وحثوهم على ضرورة المحافظة على قواعد القيادة، وأن حوادث المرور لا تزال تشكل تحديا كبيرا للحكومة عبر وزارة النقل وسلامة الطرق، لذا لا بد من التوعية لمواجهة هذا التحدي. توعية لل يعني سواقين عشان حوادث بيجا كتير، عشان نطلب للسواقين تطبقوا القوانين المرور. هذه الحملة التي قامت بها الإدارة الوطنية لسلامة الطرق لتوعية المواطنين تسعى إلى تقليل نسبة الحوادث المرورية، وإنها بادرة تستحق الإشادة ويجب على المواطنين الاستفادة منها.